السلام عليكم، اهلا الغزالات ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا بخير وبصحتكم جميع متتبعاتي الغزالات، لا اللي تلاقيت معاهم ولا اللي باقا ما تلاقيتش معاه. ربي يحفظكم كاملين كاملين، خاصه الاخوات اللي كيزعموا كاين اللي ما كتزعمش مسكينه وتجي تسلم عليا. تبارك الله ما شاء الله تلاقيت متتبعات في هذا الصيف، ما شاء الله تلاقيت بمتتبعات هنا في الدروه بزاف، تلاقيت معهم في برشيد، في كازا، في اليوسفيه. تبارك الله ما شاء الله جميع متتبعاتي، ربي يحفظكم كاملين. حاجه اللي لا اللي شفتها ولا اللي باقا ما شفتهاش، ربي يحفظكم، واللي كتبغيني تجي مرحبا بها. وجات عندي واحد صديقه اللي تعرفت عليها عبر اليوتيوب، هذا فزوي اليوتيوب والله العظيم البنات، لواحد صديقه اللي كنشكرها من هذا المنبر عبر اليوتيوب. يعني تعرفت المتسبعه كتحماق عليا، لا هي ولا خواتاتها لا الام ديالها. شكرا صراحه اللي كتبغيني بحال اختها، بحال اختها، بحال اخت من خواتاتها اللي جات عندي هنا للدار. المهم انا ما بقيت صورت معاكم والو، ما بقاتش عندي واحد، انا ما بقاتش عندي واحد الطاقه اللي نصور بصراحه. الهضره التعليق، الهضره لا من القراب ولا من البعاد، خاصه كتضرك الناس القراب، من بعاد ما بقيت انا عادي. ولا في التعليق الناس الخايبه اللي كتحط لك شي تعليق اللي صوتي انا شويه بدل البنات، ضربني شويه البرد، خصكم راه صيفط غير دولي بران باش نشربها ما والو، اوكي ما دارت لي حتى حاجه. المهم كيف قلت لكم البنات، التعليق من بعد ما كيضروكش، ولكن كيضروك الناس القراب اللي كيعطيوك هضره اللي كتجرحك. صراحه هذا اليوتيوب اللي هذا هو سبب الغياب ديالي، اللي ما بقيتش صراحه عاد لدرجه انني عاد كنقول صافي هذه القناه غنسدها، صافي غنسدها، ما عندي ما ندير بها. ولكن الحاجه الزوينه كيف قلت لكم، هاد اليوتيوب اللي عرفني على ناس زوينين، كنتلاقى معاهم كيبوسوني عمقوني حب الناس، راه ما راه شي حاجه كتشوفي الناس كتبغيك غير عبر اليوتيوب، يعني ما كيعرفوك وكيبغيك بواحد كيفاش نشرح لكم، بواحد كيبغيك حب صافي صراحه. كيبغيوني لا انا لا بناتي، سولوا على بناتي بحال واحد المسلم. ما صورتش معكم، جات هي الزوج ديالها، هي وليداتها، مشيت عندها لدارها، داتني هذه عندها صالون، داتني صلات فيا، صوبت لي شعري، قادت لي شعري، قالت لي بغيتك زهرت باني في احسن حله صراحه. واخا ما عرضت عليها وهذه جي عندي، المهم جات عندي غير مجيه مزروبه، ماشي شي مجيه بغيت المهم نفرح بها، واحد الفرحه ولكن ان شاء الله غتجي عندي هي في الطاليان، اجي عندي هي وراجلها ان شاء الله وليداتها. مرحبا بها متتبعه في حالكم البنات، كتبغيني بكل حب، بحب صافي لا هي لا خواتاتها، متتبعات اللي كيبغيوني. هاد الشيء اللي كاين، وبزاف اللي ما بقيتش كنصور. علاش ما بقيتش كنصور نشارك معكم شي حاجه زدتها في الدار؟ ما بقيتش كنشارك معكم شي حاجه زدتها عليا، ما بقيتش تصوروا يا البنات. انا راكم كتشوفوا المشاهده، انا ماشي كنقول لكم اليوتيوب ما فيش فلوس، اليوتيوب فيه فلوس لكانوا عندك مشاهدات. واصلا اليوتيوب ما بقاش البنات دابا، عاد لكم تيك توك، انا ما عرفتش. المهم انا تيك توك لا عاد فيه فلوس، راه شفتوا العجب اللي عاد، انا ابدا ما عمرني ندير لايفات في تيك توك، وما عمرني نتمدد وندير لي جوكي بحال هكا ابدا، انا ما يسمحش ليا اصلا. انا اليوتيوب حبيته لانني كنشارك فيه اليوميات، واحد الطاقه كان بيناتنا، راكم عارفين الغربه البنات، ودابا الناس خيابات، يعني صراحه كتقولي ان اللهم اللهم في داري مقابله وليداتي وكنشارك اليوميات، هذيك الطاقه كنخويها في هذيك القناه. صراحه انا ملي درت القناه تبدلت، حيت انا من النوع اللي ماشي، انا عزيزه عليا الخدمه، انا كنت خدامه، انا كنت كنخدم بضانتي، نخدم مع العيالات الكبار، كان عندي واحد الصبر كيحماقوا عليا العيالات الكبار، كيفاش كنشقى، كيفاش كننظم، كيفاش كنطيب ليهم،
اي طالياني خدمت معاها كتحماق عليا، ما عمرني انا جيت من طاليان ولا جراو عليا ولا ما بغاونيش، بالعكس دائما اي وحده كنت كنخدم عندها كيقولوا لي الدار مفتوحه لك. والله العظيم كنت كناخذ بحق الساروت كنت خدمت على واحد الطاليانيه اللي كانت طاحت ترسات والو، قالت لهم نبقى نخلصها واخا واخا وقفت من واخا انايا غدا نمشي للسبيطار وبقاو هذا، وبقات كتخلصني وبطاتني الساروت ديال الدار والحمد لله. يعني الناس اللي تعاملت معاهم خدمت عندهم كيحماقوا عليا، قلت قال نحل هاد القناه اللي في نفس الوقت منسيه بها. ماشي انا كنقول لكم ما كنربحش من اليوتيوب، يوتيوب واحد البركه اللي قليله. دابا دابا هاد العام هذا والله العظيم ربي شاهد عليا مدخول والو والو، ودابا عاد غير حطيتي فيديو كنكسر داك الفيديو ربحت منه زباله الفلوس، واش 2000 مشاهده ولا 3000 مشاهده عاد القرار عادو كيقولوا لك راه كتربح زباله الفلوس، كتربح زباله الفلوس. الله يخلي لي داك هذاك الخلق اللي كيخدم عليا وكيعطيني ومهلي فيا، هذاك خلق الله وبات بنياتي هو اللي مهلي فيا. انا عاد شي تزيديه شي حاجه زدرت ماريوها فلوس يوتيوب بانو، شريت خويته معها فلوس يوتيوب بانو، صلحت بابها فلوس يوتيوب بانو، او كيفاش تشريتي او تي شريتي دار في طاليان وكيفاش شريت دار، ما تنساوش ها كيفاش شريت دار في المغرب ودار. اصلا ملي كتقول لي وليدات كيتزادوا برزقهم، ما تنساوش من بالكم البنات اننا طاليان راه كاين الزروله جنات حكيمه، انا 6 مليون زروله شاده عليها دوماندات مساعدات، ما تنساوش من بالكم البنات. راجل كيخدم في الفلاحه عنده ديسكوباسيون ديال الوليدات، دابا راه ما بقاش مهم كنهضر على ديسكوباسيون كان زوين الوليدات كيخدم الفلاحه كيتخلصوا مزيان يعني في هذا. مهم ملي كتخدمي بحال هكا في الفلاحه عندك ديسكوباسيون اللي كتخلصي يعني خصها لك كل ما كانوا عندك الوليدات، انا ما كنتش خدامه كيتخلص عليا هادشي البنات اللي شي هضره اللي ما عرفتش انايا كضر اويلي راه ما عرفتش وعاد لبسات ميسه زوينه وفلوس يوتيوب كي كنت كولي مال اختي كي كنت مالي كي كنت راه رزق الوليدات رزق الوليدات. وانا اللي ضرني من هاد كتجيك من القر كيشدك وصيفط لك ويصيفط لك فلوس يوتيوب وما بقيتيش قاده تصوري، والله ما بقيت انا قاده، والله ما نكذب عليكم البنات هذا هو السبب الغياب في القناه اللي صافي اضطريت انك تنقول لا نسالي نسبابها ما عندي ما ندير بها. راه حشومه راه حشومه عيب والله العظيم البنات، وسولوا اللي بغيتوا تسولوا. انا دابا كان ما نحلفش نحلف المتتبعات اللي كيبغوني، اصلا اللي هذوك اللي كيبقاو يجرحوا بهضروا بصحتي وراحتي نوضي تنتهي، وكان كان اصلا هاد المشاهد اللي عندي انا كيتخلصوا عليها كيف ما قلتوا ديري منها الديور ديري منها تصلحي منها. ولي كل راه شي اخوات اليوتيوبرز ايطاليين كنعرفهم شخصيا ووقفوا، لا كان كنت تبعت الماديات في القناه كون راني شحال هادي وقفت، راه ربي كيشوف وما تنساوش من بالكم راه كاين اللي ربي وكتشوفي ما انا شفتهم اللي من القليل ربي كيعطيهم كيعود كثير، وكاين اللي عنده الكثير وربي ما بين ليه حتى حاجه حالته، راه ربي كبير ربي كبير. اما اللي هذا لا فلوس يوتيوب فلوس يوتيوب فلوس يوتيوب فلوس يوتيوب من 2000 مشاهده، كانت 2000 مشاهده ولا 3000 مشاهده ولا 4000 مشاهده كتدخل هاد الفلوس اللي كتقولوا نتوما. كل كلشي نادر اليوتيوب كلشي نادر اليوتيوب يوصل 2000 مشاهده كيف راه والله العظيم. مثلا ماشي كنقول لكم فلوس اليوتيوب ما فيش فلوس، اليوتيوب واحد الرزيق اللي قليل شديته في اليوتيوب قليل قليل، وانا كنقول ماشي منسيه بيه. الزوينه انا قلت منساني منساني، واهم حاجه عرفتني على ناس زوينين ناس زوينين اللي كيبغيوني بواحد الحب صافي هذا هو اللي كاين. اما دوك اللي كيجرحوا وعتيات تزيك فلوس دخل الفلوس تزي داك التليفون، والله العظيم البنات اللي صافي من كيف قلت لكم صافي من عتي تشوفي الناس القراب عادو كيعطيوك الهضره صافي كتقولي صافي بناقص الحاجه اللي تبعتي فيها، اما تبعيش في صحتك اما تبعش في صحتي.
اما ربي رب كبير راه كيقول لك راه من حدك انت حاضيني وربي عاطيني. انا من انا قبل ما ندير القناه والحمد لله كان زكريا خدام غير بواحد الرزق قليل وربي كيتزاد فيه الرزق. وحاجه اهم حاجه انني فرحانه وانا وراجلي وفاهمين وهذه هي اهم حاجه وعلاش ربي كيزيد في الرزق وكيسهل عليك واللي قلبه زوين ما عمرو يخيب. اول حاجه ما كان ما تحسدي، انا ما كان حسد ما كنبغيش راسي نكون احسن من على راسي نكون احسن من كل شيء. ما كنبغيهاش، كنبغي كنقول الله اللي بغى تصلح الله يزيدها والله يبارك فيها والله يسهل عليه. ما كنحسدش، ما كان كنبغي الخير كل شيء اللي انا هكا اللي كيجي عندي كنتهلا فيه ما عاتش كيبقى فيا الحاله ما فرحتش بيه. انا هكا طبيعي هكا وربي كيزيد ليا في الرزق من قديم هكا. انا وزكريا ربينا من الصفر، ما عاوني حد يعني هذا اللي بركو القرب اللي ما يصيب جات كيدوز لك يحط لك تعاليق راكم كتحاسبوا على هذه الهضره. واش نقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد. راه هذه اللي كنقولها دائما الله يخلي لي هذاك. انا القناه ماشي كتوكلني لما ما تصورت راه ما غناكلش الخبز. الله يخلي لي قلت الخلق اللي كيديروا التمال والعذاب اللي كحلوا كنت كنصور لكم العذاب اللي كحل ضربوا باش ما يخلينيش شي حاجه ناقصاني باش حتى واحد ما يهضر. الله يخلي لي هذاك خلق الله. ايش وحدي اللي بركو هاضرين هكا في اليوتيوب او عتي ديري هذه في اليوتيوب عتي والله راه تزيدي زليجه في اليوتيوب. دخلتي الثلاجه في اليوتيوب كوزينه بانت على اليوتيوب فلوس اليوتيوب تكبر لكم الشان. انا كبر لي الشان قبل ما ندير اليوتيوب اصلا الحمد لله بالحلال وبداك الرزق قليل وربي زيد فيه الرزق الحمد لله. واهم حاجه انني القناه وكيقول لك زكريا كيقول شوف راه خاصك هادي بالعكس انا مكيهمونيش المشاهدات يا الف يا الف انا الف يبغيوني يا الف الف واخا ما نكونش فيها شي ربح غير يبغيوني وهذا هو اهم حاجه. راه والله العظيم انا بعدا متسبعات اللي كنتلاقى معاهم دابا وكيديروا عليا في حالات راه اهم حاجه هذا هو اهم حاجه اللي خلاني نزيد لقدام. راه حشومه والله العظيم البنات اللي اضطريت صافي قلت غنسد القناه. وايوب كيقول لي لا ايوب اللي هو اللي كيدير لي القناه هو اللي كيعرف يسدها هو اللي كيعرف يقادها ليا بحال كلا بغات تسرق ولا وقع لي فيها شي مشكل ايوب كيتحكم فيها. كيقول لي لا بالعكس راه ملي تشوفي هادو التعاليق وهذا وكزيدي لقدام. وكذلك زكريا كيقول لي بالعكس انت القناه معمره لك وقتك ومنساك. انا عندي الرباح نصور فيديو نشارك شي حاجه زوينه اللي ما عارفينهاش متتبعاتي ونتقاسمها معاهم حسن ليا ما نشد النميمه في عباد الله ونمشي عند شي وحده نشد في النميمه في عباد الله. راه حشومه وعي راه هادشي اللي كديروا كتكتبوا تعاليق اللي كتجرح وكتضر بالواحد راه حشومه. راه اي حاجه كنتحاسبوا راه الفم اللي خرج شي حاجه خايبه خرج تميره زوينه وربي يجازيك عليها. اي حاجه كنتحاسبوا عليها. وحاجه اللي هادي ناكد عليها راه ربي راه ربي كبير وكيشوف ولا ظلمتي راه ربي غياخذ فيك الحق. ظلمتيني غير ربي ياخذ فيك الحق. راه كتجرحوا بكلامكم والله حتى كتجرحوا بكلامكم. وانا بمتتبعاتي زوينات زايده لقدام وكنشكر جميع متتبعاتي اللي كيسولوا كيبغيوني في اشرب والله العظيم راه الحمد لله راه عندي الناس زوينين بعدا راه عندي 90% كيبغيوني ناس زوينين. وسال الكلام والله الهضره سالت بقى لي ما نقول والله حتى بقى لي ما نقول. المهم كنشكر جميع متتبعاتي اللي كيسولوا الله يخطيكم عليا والله يفرحكم كيف ما كتفرحوني
وخاصة المتشبعة والصديقة اللي صراحة اللي فرحات بيا وجات هي وليداتها وجات طلع عليا وداتني وفرحات ببنياتي ومسكينة تقاد ليا وصايب ليا بغات دوي تباني في أحسن حلة. بغيت ربي بغيت ربي اش نقول لك يا اختي، إنسانة طيبة، إنسانة الحمد لله معايا طيبين والله العظيم معايا طيبين. جميع متتبعاتي اللي كيبغيوني يجي عندي مرحبا بكم، كتبغيوني من قلبكم جيو لداري مرحبا بكم وراني اختكم. هادشي اللي نقول لكم والسلام عليكم، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله قبل ليكم. خليوا لي التعاليق ديالكم، طمنوني على الاحوال ديالكم في التعاليق الغزالات. السلام عليكم.